وبعدها في بقى طبعا الاغنيه الشهيره اهلا اهلا بالعيد. دي بقى الغنوه اللي كلنا بنعمل فيها. مش ممكن ليه الغنوه دي خالده؟ قولي لي سر الغنوه. والله العظيم انا بشكر ربنا على الاغنيه دي، لاني انا خدتها قعدت سنه ونص عندي ما بصورهاش، لاني كنت خايفه، قلت اغنيه صغيره قوي. وبعدين الاستاذ عبد الوهاب محمد الشاعر طبعا، ودكتور جمال سلامه، وشكرا ابو عمير، قلت حيلوا عليا، قلت له طيب هعملها. وبقيت خايفه جدا وما قلتش لحد انا بصور ايه، نازله فين لايف تصوير، جايه من يعني بس كده. فروحت ايه، رحت صورتها، وانا فوجئت ان الاغنيه بتتذاع في التلفزيون. مفيش شكري راح عامل مونتاج وبسرعه راح منزلها، فوجئت بيها على القناه الاولى. خلصت الاغنيه صغننه طبعا، قفلت على القناه الثانيه لقيتها بتتذاع، فرحت قوي. على القناه الثالثه كانت بتتذاع لحد دلوقتي يا مدام صفاء، دي اغنيه العيد الرسميه، ده نشيد العيد القومي.